إن والدي أكثر ما يكون جفاء مني، حيث أنني أكثر شخص يدعوه وأدعوه بالحسنى. وأخيرا بدأت أشعر أن القرب منه أدعى للعقوق والبعد عنه كذلك، ليس في حاجة من ناحية مادية، ولكن من ناحية صحية ونفسية هو في حاجة لي ولإخواني، ولكنه لا يدرك ذلك، فهو يجفوهم ويجفوني. بماذا توجهونني وتوجهون إخواني؟ جزاكم الله خيرا. عليكم بالقيام بخدمته والإحسان إليه مع المناصحة ودعوته إلى الله عز وجل. نعم.